نيجي بعد كده عطل برج العذراء. برج العذراء برج ترابي شكاك يعني عنده فوبيا، فهتلاقيه واخد حذره ورايح يعمل الخطوة دي، بس برضو مش هيقول. ده البنات. البنات اوكي مش هتقول الا اذا الموضوع كبر قوي قوي قوي، برضو فيها شبه من ست الحمل، لازم يبقى عن لو هي معاها حبيبها او الناس صحابها حواليها عادي مش عادي. فارق، لكن لو في مشاكل او الدنيا مش عندها تمام او في عايزه بقى حد يهتم، عايزه حد يتعاطف معاها، حد يبقى في حياتها في زحمه، لان هم بيحبوا الناس اللمه ما بيعرفوش يقعدوا لوحدهم. اوكي